لا شوف، هو الموضوع، هو الموضوع على يعني على المواد التي يجب تدريسها في الدراسات الإسلامية. الدراسات الإسلامية واحد الشعبة لتخريج يعني العلماء، تخريج يعني مشروع ديال العالم. فالأستاذ السيد الوزير تكلم على بعض المواصفات التي يجب الاهتمام بها انطلاقا من بعض المواد التي يجب تدريسها للتطوير شعب الدراسات الإسلامية، ليكون المتخرج من الدراسات الإسلامية مؤهلا لمواجهة الواقع المتغير. شوف، هذه محاضرة فيها مجموعة ديال الأفكار عطاها السيد الوزير لكي تسير الدراسات الإسلامية، يعني المنهاج الذي تسير عليه الدولة في 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 تبليغ الدين، في تبليغ الدين. ومادام السادة يعني المتخرجون سواء في الإجازة أو في الماستر أو في الدكتوراه يعني من الدراسة الإسلامية، يعني مهمتهم هو البحث في مجال العلوم الدينية. فمعالي السيد الوزير في المحاضرة ديالو أعطى بعض الإشارات التي يجب يعني الاهتمام بها. الحمد لله، يعني كلية الآداب والعلوم الإنسانية تشرفت بزيارة سعادة الوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكان هناك الحديث عن السياق العام للدراسات الإسلامية، وهناك الحديث عن السياق التاريخي وكذلك الاستشراف المستقبلي. فكانت هناك مجموعة من، لا أقول توجيهات، وإن مجموعة من التأطيرات والإرشادات في خصوص البحث في مجال الدراسات الإسلامية، وأن هذه الشعبة، شعبة الدراسات الإسلامية، كان لها تاريخ وكان لها سياق وكان لها أسباب. فهي جاءت طبعا لحماية الشأن الديني، وجاءت كذلك لحماية يعني الثوابت الدينية، ولا تخرج في سياقها عن هذا الهدف الأساسي، وإن كان لها خصوصية أنها لا تهدف فقط إلى تعليم التدين، وإنما كذلك تهدف إلى معرفة الروابط بين العلوم الإسلامية والمعارف الإنسانية عموما، وأن هذه الشعبة يجب أن تدرس انطلاقا من التمكين أو من إتقان اللغات الأجنبية، وكذلك بالانفتاح على العلوم الإنسانية كالفلسفة، كعلم الاجتماع، كعلم النفس إلى غير ذلك. فهذه الانفتاحات ستحقق آفاقا مستقبلية جيدة لشعبة الدراسات الإسلامية وللبحث في مجال الدراسات الإسلامية. هو في الحقيقة هذا التطواف الذي هو أسماء ما يمكن أن توصف به هذه المحاضرة أو هذا النوع من المحاضرات، لأنها في الحقيقة هي محاضرة تطوافية موسوعية آفاقية، وأنا أعتبرها تجديدا لبناء تقادم في الدراسات الإسلامية، ويمكن أن تكون علاجا لبعض أدوائها، وهي في الحقيقة أنموذج يحتذى لإعادة بناء الدراسات الإسلامية البناء الأمثل. وأقصد بالبناء الأمثل، أقصد به المحافظة على المسميات القديمة مما أصل عند الأقدمين، وكذلك أقصد به إجراءه في التنويع والمستجد من الأحداث والمتطلبات الكونية التي فرضها الواقع، والتي لا يجوز بحال من الأحوال أن تتخلف عنها شعبة من شعب الدراسات الإسلامية حيثما كانت في أي زمان وفي أي صقع من أصقاع الأرض. فأنا أعتبرها في الحقيقة توريخا أو بداية أو بداءة جديدة لنهضة وإعادة بناء للدراسات الإسلامية على المنهاج المقتضي للعصر الحديث.